ذيب، أخوي ذيب سأل عن تأخير صلاة الفجر وذكرت الأحاديث التي جاءت فيما يتعلق بالحرص على صلاة الفجر. أنا أعلم أن أخي ذيب وغيره من المسلمين لا يرغبون عن النوم عن صلاة الفجر، ويشتد عليهم الأمر ويحزن إذا نام عن الصلاة، ولولا أنه يحزن ولا كان ما اتصل يسأل كيف يستطيع أن يستيقظ. هناك عدة طرق يستطيع الإنسان بها أن يستيقظ لصلاة الفجر. من ذلك أولا أن يضع منبهات، يتفق مع مؤذن المسجد يقول جزاك الله خير هذا رقم هاتفي الجوال، بودي جزاك الله خير إذا أذنت جلست بين ذوي الإقامة تتصل علي عدة مرات حتى أرد عليك، أو حتى أرسل لك رسالة أقول لك استيقظت، حتى ما تكلف عليه أيضا أنك كل مرة يتصل بك ونحو ذلك. أو تضع منبها آخر، تضع مثلا ساعة وتحاول أن تبعدها عنك ونحو ذلك. الأمر الثاني أن لا يثقل الإنسان في العشاء، لأن إذا ثقل في الأكل ثقل نومه تبعا لذلك. الأمر الثالث أن لا ينام متأخرا، والنوم متأخرا إذا أدى إلى تفويت صلاة الفجر فقد أدى إلى محرم، وبالتالي يكون السهر محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد صلاة العشاء كما في البخاري، والسمر يعني السهر بعد صلاة العشاء إلا في ملاعبة زوجة، محادثة زوجة، أو مسامرة ضيف، أو في شيء من شؤون المسلمين. أما إنسان يسهر يتابع مباراة ولا يتابع مسلسل أو يلعب يعني ورق وكوتشينة ونحو ذلك ثم يضيع الصلاة فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، ولا بد أنه ينام مبكرا. ثم أقول حقيقة لأخي علي وغيره، من الأشياء التي تعين على الاستيقاظ صلاة الفجر تغيير مكان النوم. لا تنم دائما على نفس الفراش بنفس اللحاف، وإذا كنت متزوجا بجانب زوجتك ونحو ذلك حاول أنك تغير، يعني لأجل ألا تستغرق في النوم 100%، تستغرق إلى 70%، نم يوم من الأيام على الأرض من غير فراش تحتك، فقط مخدة وشرشف مثلا حتى ما تستغرق في النوم 100%. نم في الصالة، إذا كان عندك مثلا سطح أو حوش فناء في البيت نم فيه. تغيير المكان يستطيع به الإنسان بإذن الله تعالى أن لا يصبح نومه ثقيلا، وبالتالي أول ما يرن الهاتف عنده أو ترن الساعة ونحو ذلك تجد أنه يستيقظ مباشرة للصلاة، إضافة إلى أن ينام طاهرا، إضافة إلى أن يدعو الله تعالى قبل النوم يقول يا رب العالمين يا من لا تأخذ سنة ولا نوم، اللهم أعني على الاستيقاظ، أنت سبحانك الذي لا تغفل ولا تنام ونحن عباد ضعفاء ننام، اللهم فأسألك أن تعينني على الاستيقاظ. لا بد يا إخواني أن نعظم الصلاة. الله عز وجل لما ذكر المنافقين قال سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، انتبه لا تكون ممن يقومون كسالى إلى الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، أول ما العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء هي الصلاة، العبادة الوحيدة التي رددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يموت هي الصلاة، كان يقول الصلاة 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 وملكت أيمانكم، يعني يوصي بالعبيد المملوكين الأرقة. فلا بد أن تعظم أمر صلاتك يا أخي حتى لو تنام في المسجد لأجل استيقاظ